فبالنسبه لملف الكوره ارجع لك تاني فيه كابتن احمد سليمان، الناس كلها عارفه الكابتن احمد ده يعني انسان فاضل واثر على نفسه البوزيشن اللي هو كان ناوي يدخل فيه، ودخل معانا كلنا لخدمه نادي الزمالك. كابتن احمد ما حدش ينسى ان هو في 14 15 عمل فرقه جاب بطولات، ما بقولش هو لوحده طبعا اكيد، بس هو زي ما بيقول ايه، انت ما بتحط الـ الاساس مظبوط النتيجه بتطلع مظبوط. كابتن حسين السيد برضو في نفس الوقت انا اشتغلنا مع بعض 6 شهور، 6 شهور دي فيه اجاد، فبقى عندي واحد فني وواحد في الاداره اللي هي بتاعت ملف كره قدم، الاثنين معانا ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه. بالنسبه بقى للاعبين وعقود اللاعبين والتجديد للاعبين، اكيد ما فيش اي مخلوق زملكاوي الا وبيحاول يعمل كل حاجه. الفلسفه بتاعتنا ان اللاعبين دول كلهم اصول ثابته في نادي الزمالك، هو ده يعني اكتر حاجه جوه نادي الزمالك تهم الدنيا كلها، فاكيد احنا بنحاول نحافظ على كل النجوم، بنحاول ندعم الفرقه بتاعتنا، بنحاول ان احنا نلغي القيد او نلغي وقف القيد. فبالتالي دي 3 ملفات يعني من اول يوم لا درسينها وشغالين عليها.